تموين السوق المحلي بالإطارات والعجلات المطاطية هو ما تسعى إليه مختلف المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين هنا بمدينة عين مليلة بأم البواقي، وهذا بتوفير هذه المادة في الأسواق وبأسعار تنافسية. يوسيد باش نصر جروط اللي يجي ذلور ومكتر رب العالمين اش نقول غير الصيف وسلعتي موفرت. الحمد لله لي زاريفاج راهم بداو يجيو، ديجا رانا جبنا 149 كونتينر وراهي جايه بربي ان شاء الله من الاخر شهر 249 اخرى، بربي ان شاء الله راح تتوفر البري ثاني بسبب التوفر راح يهبط، وبربي ان شاء الله ماناش نفيزيو غير في الحاجه هذه تاع الامبورتاسيون، رانا رايحين ان شاء الله للتصنيع، لوزين رانا بدينا فيه من 2026 بربي ان شاء الله يبدا التصنيع تاعو. بعنوان المرافقه والمراقبه والمتابعه، مصالح التجاره لولايه ام البواقي تقف على تاطير عمليه تسويق العجلات المطاطيه انطلاقا من التعامل الاقتصادي المستورد الى غايه تجار الجمله والتجزئه، وكذلك الوقوف على الاسعار المطبقه والتصدي لكل ممارسات تجاريه غير نزيهه والاحتكار والمضاربه. القضاء على المضاربه وتوفير المنتوج في الاسواق من أهداف استيراد هذه الكمية المعتبرة من العجلات المطاطية ذات الجودة العالية، خاصة تلك المخصصة للشاحنات والحافلات. استقبال حوالي 249 حاوية فيها أكثر من 100,000 وحدة. هذه العملية إن شاء الله ستساهم في ضبط السوق وكذلك استقرار الأسعار. تسويق وبيع العجلات المطاطية انطلاقا من عين مليلة صوب الأسواق الأخرى سيساهم لا محالة في القضاء على ندرة هذه المادة وخفض أسعارها في قادم الأيام.